بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن. السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم برسالة جديدة للسوريين. كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا داخل سوريا، بأي منطقة ما كانت، بأي محافظة، وبالمغتربات وبالمخيمات وببلاد اللجوء والاغتراب، برحب فيكم من جديد. وشكرا لهالتجاوب الكبير والحضور الحقيقة المتميز لكل المنصات الستة اللي عم، سواء بالأبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، وعلى موقع راديو الآن اف ام وعلى اليوتيوب. خلينا نركز جهدنا نعمل اشتراك على الأبل بودكاست مشان تصير توصلنا دائما. إذا عملنا اشتراك توصلنا الحلقة فورا مباشرة، بس ما تنزل على أي طريقة اشتراك أنتم عاملينها أو على التليفون مباشرة، بشكل تصير تكون سهلة. خلينا نبلش الآن بشكل مباشر. السؤال اللي عم ينطرح ونشرته صحف عربية كبرى وصحف إسرائيلية، إنه هل في مفاوضات سلام سورية إسرائيلية حاليا ولا ما في، ولا عم بتصير بشكل سري ولا مخبى؟ هلا هن الكل في إجماع إنه النظام في سوريا دائما وقت اللي بيكون محشور في عنده هناك أزمة، إما دولية أو أزمة داخلية أو في موقف قوي تجاهه أو ضده من تجمعات كبرى دولية، مباشرة أسهل طريقة بالنسبة له سوف نفتح المفاوضات مع إسرائيل، وبالتالي بيخفوا هذا وبيفتح بقى، بيخترق كل منظومة الضغط اللي عليه. فهذا عملها وقت اللي انهار الاتحاد السوفيتي بالتسعين إذا بتتذكروا، قام مباشرة وافق على مؤتمر مدريد للسلام اللي صار بنهاية 91، وضل يمطمت ويروح ويجي فيها إذا بتتذكروا للألفين، يعني وقت اللي بالرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وكان وزير الخارجية يوميته فاروق الشرع. بعد اختيار رفيق الحريري بال2005 كمان صار في ضغوطات كبيرة ومقاطعة كبرى عليه، واتهامات أنه ممكن ياخذوا كبار الأسماء اللي في النظام لمحكمة الجنايات الدولية وهالقصة. قام مباشرة فتح الأقنية وعمل بقى مفاوضات سرية بين الجانبين. هيك بال2008 بديسمبر كانون أول كمان وقفها، أنه ما بده يعمل مفاوضات مباشرة، واللي كانت عم بتتم برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إذن هذا الموقف اللي بوجد فيه نفسه هو موجود الآن، لكن الكل عم بتساءل أنه الطرفين اختلفوا. كيف؟ الطرف السوري اللي كان يروح لهذيك المفاوضات ما أنه موجود الآن. الطرف اللي كان يروح على المفاوضات كان حكومة مركزية شديدة القوة، كانت تسيطر على كل المعابر وعلى كل أي شبر في داخل سوريا كاملة. هذا مو موجود الآن. نحن في عنا الآن تقريبا 5 مناطق نفوذ مختلفة. طيب الطرف الثاني اللي هو مثلا الطرف الأمريكي اللي يرعى المفاوضات بين سوريا وإسرائيل كمان ما عاد كافي، لأنه سوريا النظام بشكله أو بمنطقه المناطق اللي حاكمها حاليا ما بيقدر يأخذ قرارات مصيرية كبرى باسم كل الأراضي السورية، بده الراعي الروسي تبعه اللي هو كمان عنده علاقة كويسة أو عنده علاقة كويسة مع إسرائيل وعنده علاقة مع أمريكا، وبالتالي صار لازم تكون الرعاية ما عادت أمريكية بحتة، صار لازم تكون أمريكية روسية لحتى يقدروا يمشوا بهالمفاوضات. هلأ في شبه إجماع بين الأطراف الثلاثة اللي هن الأمريكي والروسي والإسرائيلي ضد إيران، ضد التواجد الإيراني، على الأقل ابعاده عن كل مناطق الحدودية وخاصة مع إسرائيل. هلأ هذا الملف اللي بيلعب فيه النظام، إنه بيصير ببيعه، أنا ببيع بازر، اللي بيدفع بازر أكتر هو، هل قادر حقيقة يبازر؟ يعني هل هو طرف يحق له أن يبازر ويستطيع فيما لو قبض الثمن الذي يريده أن يعطي قرار لإيران أن تنسحب أو أن يأمرها بأن تنسحب؟ هل هو عم بيلعب على هاي القصة على كل الدول العربية والأجنبية لحتى يأخذ مساعدات وأي شيء، يعني مصاري وعود؟ لكن حقيقة في كتير ناس عم بتقول أنه غير قادر، يعني إلا إذا صار في إجماع كتير كبير، وهذا غير متوفر حاليا. أيضا الجولان مختلفة عن الوضع اللي كان يروح هو فيه للمفاوضات، لأنه ما كان فيه لسه قرار الأمريكي بنقل السفارة للقدس، وما كان فيه قرار تبع دعم ضم الجولان من الولايات المتحدة. فهذا الوضع حتى هذا كمان أيضا يعني مختلف، فالوضع كاملا مختلف. في توقعات أنه كتير صعب تبلش الآن، وهو غير قادر يعملها، لكن هو قادر يبيع حكي وأحلام النظام ويكسب من وراها مكاسب، لكن بدون أن يقدم أي شيء.
أيضا في عنا صار في أسئلة كتير بوسائل التواصل إنه مين المسؤول الأمريكي اللي بده وهو مستلم جزء من الملف السوري وبده يتقاعد بنهاية شهر تشرين أول أكتوبر، يعني هلا بعد 20 يوم، خلينا نقول 25 يوم. هو السفير ويليام روباك اللي هو نائبه للسفير جيمس جيفري بالمنصب اللي هو الموفد الخاص للتحالف الدولي ضد داعش، هو النائب تبعه، بيقضي تلتين الوقت بسوريا وتلت الوقت بواشنطن، وزار خلاله هو الرقة منك والطبقة ومنصورة ودير الزور، وزار حقول النفط كلها، وهو كان ساكن بالقاعدة العسكرية الأمريكية في جنب معمل اسمنت لافارج بسوريا. بعد ما انسحبوا منه الأمريكان انسحب انتقل لقاعدة عسكرية صغيرة بالشرق. فلنشوف هلا في توقعات انه يكون واحد من المنطقة او بيعرف كتير عن المنطقة، لانه هي من اعقد المناطق. يعني انا ازعم، عندي مقال سوف يظهر الاسبوع القادم بمركز بحثي في واشنطن، واحدة من أعقد المناطق في العالم هي هذا المثلث، وأكثر منطقة فيها عدد أشخاص يحملون جنسيات لدول مختلفة في العالم، أكثر منطقة فيها طبقات من الاتصالات العربية والعالمية موجودة في تلك المنطقة، فمو سهل اختيار شخص يقوم بهذا الدور من جديد. هلا في شيء ملاحظ حقيقة لاحظوه عديد من الناس، أنه في نفس جديد، يعني السوريين بلشوا يعني يتقدموا ويقولوا انه هيك ما بيصير، ما بيمشي الحال. يعني مثلا رأيكم بعض الأمثلة حتى على القطاع الفني بلش فيها لانه كانوا اسهل وحدة. في مسلسل بدنا نعمل اسمه مسلسل حلب للمخرج البرازيلي ديفيد شيرمان والممثلة إليفيا مون، ورح تلعب انه هي دور بطلة الصحفية من الأمم المتحدة وعم تحاول تهرب من حلب مشان تنقذ حياتها. هلا اجت كتير انتقادات، وهذا شيء كويس، من سوريين بيعملوا بمنظمات دولية عم بيقولوا انه رح تكون هي محطة الاهتمام لهي الممثلة، مو السوريين. طيب ما في نساء عرب لا يحكوا هالقصة؟ ما في سوريين؟ طيب الفيلم راح يحكي كيف الغرب عم بينقذ السوريين أو كيف عم ينقذ جماعته أيضا هاي الصحفية، بدل ما نركز على معاناتنا والسبب اللي أدى لهالشي لهالناس الهموم والمصائب اللي عايشة فيها. هلا كمان بشكل شبيه بلقاء عملته راغدة درغام مع السفير جيمس جيفري ومعاون نائب الوزير جويل ريبون، استضافت فيه الدكتور نبراس الفاضل اللي هو واحد من أهم الاقتصاديين السوريين اللي بالخبراء على مستوى العالم في الاقتصاد، عمل له مثل مزحة وخفيفة، قال مليح اللي عزمتني أنا سوري وأنت عم بتناقشي الملف السوري. يعني هاي شغلة فعلا عاملة مشكلة الآن، بتلاقي في المنظمات الدولية، في الأمم المتحدة، في مراكز الأبحاث الدولية، في بيعملوا ندوات 3-4 أشخاص 5 أشخاص ما في سوري، أو بيجيبوا ناشط أو ناشطة بتحكي 5 دقائق مداخلة وخلاص. طيب شو يعني هون مشكلة حقيقة. هلا هذا في ناس عم تقول ما عنا سوريين بمرتبة أو بمستوى يطلعوا يحكوا، أو ما عنا يعني ناس تمثلنا أو أنه قريبين من هالمراكز، معناتها المشكلة عنا، لكن الحقيقة في مشكلة أكبر من هيك بكتير، خلينا نواجهها لأنه إذا ما واجهناها ما رح تنتهي. السيد محمد البقاعي واجهها وسلط عليها الضوء، قال أنه من أكبر الأخطاء اللي وقعنا فيها هو تدمير الرمزيات السوريين ورمزيات الناس اللي مثلوا الشعب السوري، وعطى مثل برهان غليون، قال انه كان اول ممثل للثوره، ما في حب او كره للرجل، لكن انه هالشي اللي هو وقعنا فيه ودمرنا هالرمزيات فتح الباب امام الجميع لتدمير كل الناس اللي بيمثلوا الثوره في اي مكان في اي نسبه في اي جمعيه، ووصل هذا الامر حتى ما عاد اي شخص سوري مقتنع باي شخص انه قادر يمثله ولا حتى هو نفسه. عم تضحكوا انه لا، انا اعطيكم مثال، انا هلا اعملوا لا قائمه الان ومثلا كبروه حتى ما يضيع واحد لانه ما عاد عنده وقت يقرا حتى، وبيبوست وحطوا اسمه لهذا الشخص، بتلاقي واحد من اسماء هدول اللي مكتوبين اسمه انه هن جيدين او مرشحين لمناصب كويسه، بتلاقي عم بيعلق تحت ما لحق يقرا، سخيف، تافهين، طائفيين، بيشربوا ارجيله، مرتشين. ما معقول، يعني وصلنا لمستوى ما معقول. هلا نفس الشيء هذا عقب عليه الاستاذ ماهر شرف الدين، قال انه نحن بالقضيه السوريه وصلنا بأخطر مرحلة إلى على الأطلاق، يا بدنا تكون تتصفى أو بدها تنجح الوطنيين السوريين يقودوها لبر الأمان، لأنه هيك طرح حساس بهالمستوى وبهالوقت هاد ما بقى ممكن يكون إلا واقعي. يعني ما فينا نطرح طروحات عم بدنا نختار شخصية نحن نرسمها وكأنه نحن قاعدين عم نعملها تمثال أو نجيبها من الغيب أو نستوردها من دولة أخرى، ما معقول. في ناس على الأرض بدنا ناخده نتبناه ندعمه بإمكانياتنا كلنا، وبعدها بيصير في حديث حول إمكانية انتخابات، تغيير، تطوير، كل هالقصص هاي.
رامي مخلوف أيضا ظهر هذا الأسبوع. شو حكى؟ حكى حكي يعني غريب، قال إنه في سوريا يتم الآن أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد. قال ويلهم من الله، يا أعضاء الله، ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه؟ إن ملائكة السماء ضجت وضجرت من كثر ظلمكم. واو. يعني ما بعرف شو بدي أعلق، رح أتركه لألكم التعليق. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن. هلا بالدنمارك صارت شغلة سيئة حقيقة. الحكومة الدنماركية سحبت الإقامات من لاجئين سوريين وطلبتهم لإجراء مقابلات جديدة وطلبت منهم يغادروا. وفي منهم قالت لهم روحوا على سوريا لأنه صارت بيئة آمنة وخاصة دمشق. ففي مشكلة يعني، وهذا الشيء تم توثيق سبع حالات، وعينوا سفير جديد لحتى يعمل مثل مخيمات لطالبي اللجوء برات الاتحاد الأوروبي يحطوهم فيها، ما يدخلون حتى الاتحاد الأوروبي هي يسافرون لهنيك. فالدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف بعث رسالة لوزير خارجية الدنمارك شرح له يعني أنه هذا الشيء كتير كتير مؤذي جدا لهالناس وبيعرضهم لمخاطر كتير كبيرة، يعني ما أنا مثل ما أنتوا عم تحكوا. فكمان هذا يعني جزاهم الله خيرا. هلأ الخطوط الجوية السورية باعت عندها طيارتين طراز فالكون 900 لرجال الأعمال، هلأ عم بتبيع واحدة لأنه ما عندها مصاري تشتري لقطع تبديل ولا أنا قادرة تعملها. هلا في حقيقة صار في صدام بين السويدة ودرعة، الأخوة اللي هن بين السهل والجبل، وحقيقة ندعو الكبار المحترمين إنه ينهوا هالقصة هاي بأسرع ما يمكن حتى ما يتم استغلالها من قبل الناس اللي حقيقة تريد لهم اثنين شرا. ننعي لكم حقيقة يعني ست شخصيات جدا مهمة توفوا الأسبوع الماضي، مثقفين ومثل الناشر رياض نجيب الريس، الروائي عبد العزيز الموسى، المؤرشف طه الطه، الصحفي والروائي عدنان فرزات، الفنان التشكيلي بسام جبيلي، الروائي منير شمعون، والشاعر علي الجندي. هلا وزارة الخارجية الأمريكية حطت 17 شخصية جديدة ومع مؤسسة على قائمة العقوبات بقانون قيصر وبالأمر التنفيذي للرئيس ترامب، وهذا شيء إيجابي مهم. شو مثلا مين اختارت؟ اختارت إضافة ليسار اللي كان بالقائمة السابقة بالقوائم السابقة، ضافت اختينه اللي هن نسرين ورنا. هلا هن كل العائلة ولاده للدكتور حسين إبراهيم، ومعروف هو كان مدير عام سابق لهيئة الاستشعار عن بعد، وهو عنده خمس أولاد، يعني عنده يسار وعلي، وعنده ثلاث بنات نسرين ولما ورنا. طبعا الأم الأولاد هي اللبنانية، مرته لتعرفوا لعضو مجلس النواب اللبناني اللي كان عن المقعد العلوي بعكار اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن. فإذا عائلة مشرشة بين سوريا ولبنان. أيضا ضافوا خضر علي طاهر اللي هو أبو علي خضر، ورئيس لإدارة المخابرات العامة حسام لوقا، وحاكم المصرف المركزي حازم قرفول كبداية لوضع المصرف المركزي، لأنه ما لازم يحطوه الآن مباشرة ولا بيشلوا كل اقتصاد سوريا، وهذا ما مطلوب الآن، لازم يعطوهم فرصة لحتى يتراجعوا. طبعا الاتحاد الأوروبي أيضا الآن أعد قائمة قريبة، واللي المسؤولين السوريين الجداد والحكومة الجديدة راح يطلعها بالاجتماع المقبل للمجلس الوزاري، لأنه بحاجة لأجمع كل المسؤولين من كل دول الاتحاد الأوروبي وقعوا عليها، فإذا قريبا راح تطلع. هلا موسكو عم تعمل قصة يوم بتقول إنه هالعقوبات ما عم بتأثر وأخذتها بسكيل ضحك وإنه ما لها قيمة، ويوم تاني بتقول هالعقوبات دمرت الحكومة ودمرت الاقتصاد. فركزوا وحطوا سياسة وحطوا استراتيجية واتفقوا مع الأمريكان وخلصونا، يعني الشعب السوري كمان راحت القصة. أيضا بنشكر حقيقة الدكتور بشر نموز، قصته حقيقة عجيبة. من بداية يعني هو قبل 10 سنين دخل كلية الطب، بالسنة الثالثة صارت الثورة السورية، آمن راح على الغوطة الشرقية لحتى يكمل بطل الدراسة بكلية الطب بجامعة دمشق، وهنيك إصابته بعد فترة طلقة نارية ببطنه، قام اضطروا أخذوه هربوا على لبنان، وهنيك طلع على تركيا، من تركيا قاعد فترة بعدين راح على البوسنة ليدرس الطب، ضل بهالفترة 10 سنين لحتى قدر، وزار 4 بلدان المسكين وثلاث لغات درس فيهم لحتى تخرج الأسبوع الماضي، فمنقول له كمان ألف مبروك. أيضا الغسان عبود وشركته بأستراليا اشترت فندق جديد هو فاونتوزو آرت سيريز، كمان هذا بنقول له مبروك. وبنشفرجيكم كيف صاحب مطعم سوري بمصر حط آرما على مطعمه يوم اللي فتح جار له كمان مطعم،
فسكر لحتى يسمح للناس كلها يتروح لعنده وتدوق أكل جاره، وحط أرما كتب فيها يعني نحن بنغلق مطعمنا اليوم كامل إكراما لجاره الذي افتتح مطعمه جديد. طبعا هذا الله يوسع عليه، وهذا السلوك النبيل ما بيذهب بين الناس، فكمان شيء رائع. راح أحكي شغلة كمان، أنه يا ريت تعملوا شير لكل اللينكات والروابط تبعنا على الفيسبوك، على اليوتيوب، على تويتر، على واتساب، مشان تعمل فائدة لكل الناس. لأنه وقت اللي في عنا خبر كان مهم حقيقة بدنا نحكيه عن الانتخابات الأمريكية، بس ما عم نحكيه لأنه بالحلقة اللي حكينا فيها عن الانتخابات الفيسبوك وتويتر نزل التغطية، اعتبر كأنه تدخل بالانتخابات الأمريكية ونزل الريتش للنص. فرجاء اعملوا بليز تنقلوا لكل رفقاتكم وشير ومشاركة لحتى نقدر بلكي نخاطر ونحكي الحلقة الجاية لكم أخبار كتير كتير مهمة عن الانتخابات الأمريكية. وشكرا لكم. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن.